كليم الله. انظر قومك ندموا ندما صادقا على ما سقطوا فيه من عبادة العجل. ها هم حولك أطرقوا جثيا يبكون ما فرط منهم في حق ربهم، وقد حرقت العجل وسحقته وذريته في البحر، ودعوت على السامري فاستجاب لك الله. أنزل الله على السامري رجزه وعذابه فهو يهوي في البرية صارخا. وها قد سكت عنك الغضب، فخذ الألواح التي ألقيتها بعيدا. يا كليم الله، خذ الألواح واقرأ لنا ما في نسختها مما أوحاه الله إليك على الجبل من الهدى والرحمة. يقول موسى: إن الله أوحى إلي أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. هذا هو حكم الله، وكذلك يجزي المفترين. فماذا نصنع؟ وأين نذهب؟ يقول موسى: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نقتل أنفسنا؟ نقتل أنفسنا؟ أجل، اقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. نقتل أنفسنا؟ نقتل أنفسنا؟ لا توبة لكم إلا بقتلكم أنفسكم. امتثلنا لأمر الله، امتثلنا لأمر الله. فليقم الذين لم يعبدوا العجل واعتزلوا القوم في فتنتهم، فليشهروا الآن سيوفهم وخناجرهم. فلينفذوا حكم الله، فليقتل الرجل أخاه وابنه وأباه وقريبه وجاره، ومن امتنع أو تراجع عن إمضاء أمر الله تعالى فيهم فهو منهم. هيا هيا على اسم الله وطاعته. يا نبي الله، ما كدنا نعمل فيهم القتل حتى نزلت سحابة سوداء حجبتهم عنا كما ترى، وإنا لنخبط بسيوفنا، ما ندري أين تقع. ناشد ربك الرحيم في قومك يا موسى، ما البقية فيهم يا كليم الله. يا هارون، هلكت بنو إسرائيل. البقية فيهم يا رسول الله. ها هما موسى وهارون يرفعان أكف الضراع، وها هو وحي الله تعالى لم يبطئ عنهما. أما القتل فقضاء الله، وأما السحابة التي نزلت تخفيهم فرحمته. وأوحى الله إلى موسى: أن يا موسى
قبل الله توبتهم، فمر برفع السلاح عن رقابهم. من قتل منهم فهو شهيد، ومن بقي منهم فمغفور له. يا قوم موسى أبشروا، هذا نبيكم يأمركم برفع السلاح، من مات فهو شهيد، ومن بقي فقد غفر له. انظروا، انظروا آية الله، الآن ارتفعت السحابة السوداء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. عزيل، أيها الشيخ، يا أبا ميشائيل، هل لا أسمعتني ما في صحيفتك؟ بلى، ها هي ذي وصايا الله، يأمرنا فيقول: سبحوني عن المثيل والشريك، قدسوني بأسمائي الحسنى، عظموني في قلوبكم وبيوتكم، ولا تجعلوا اسمي عرضة لأيمانكم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فلا تشركوا بي شيئا، ولا تعبدوا إلاي، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، ولا تقربوا الزنا، ولا تسرقوا، ولا تشهدوا الزور، ولا تأكلوا الربا، ولا يمدن أحدكم عينيه إلى ما متعنا به غيره، فإن الجنة لا يدخلها حسود ولا حقود ولا ساحر ولا نمام. وآخر الوصايا لبني إسرائيل يقول الله تعالى: عظموا السبت لأجلي، فرغوا أنفسكم فيه لعبادتي، ولا تشتغلوا بأسباب الدنيا، اثبتوا فيه لذكري، فإني لهذا أسميته السبت، ومن يعظم شعائري فإنها من تقوى القلوب. ربنا سمعنا وأطعنا، وإليك المصير. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم.
أبتاه أبتاه، انهض للأمر العظيم، فقد اختارك كليم الله موسى من بين 70 رجلا لتكونوا وفدا معه، تصعدون معه في الجبل لتسمعوا كلام الله كما يسمعه موسى. ها أنا ذا قد تطهرت وغسلت ثيابي وأصبحت مستعدا لميقات الله تعالى. لماذا تتعجلان الذهاب ولم يرسل موسى إليكما؟ كلا يا أمان، ينبغي أن ننطلق به، فإني قد رأيت المختارين للميقات العظيم وقد بدأوا يتوافدون خارجين من المحلة متجهين إلى الجبل. اذكروني في دعائكم عند ذلك المقام القدسي. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. آمين. الصفان، ميشائيل، أي بني، إني كبرت وشاخت حواسي وأخشى أن يفوت عيني أو يفوت أذني شيء من ذلك المشهد الجليل، فراجع علي كل ما تسمعان وكل ما تريان ولا تتركاني طرفة عين. وفي اليوم الثالث في الصباح صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، ودنا موسى من الجبل فإذا عمود الغمام يتغشى الجبل كله، ودخل موسى في الغمام وأذن الله للمختارين أن يدنوا، فدعاهم موسى فدنوا، وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبينه نور ساطع، فلا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه أو يطيق احتماله، فكادت قلوب الرجال تنخرع لما نظروا إلى موسى، فضرب الله عليهم حجابا من الغمام. فسمع القوم كلام الله كما يسمعه موسى، سمعوه من كل الجهات، سمعوه بلا كيفية ولا صفة، سمعوه بكل حواسهم وبكل قلوبهم، سمعوه بلا صوت ولا حرف، فأنزل الله سكينته عليهم وثبتهم ليسمعوا ويعوا لعلهم إلى أهلهم يرجعون. قال الله لهم ما كتبه في الأزل، إن إبراهيم كان حنيفا مسلما فاتبعوا ملته والزموا قبلته وحجوا محجته، فإن مكة أحب البلاد إلى الله، قدسها وحرمها يوم خلق السماوات والأرض، وجبلها عرفات هو جبل الرحمة، وعليه يكمل الله لكم دينكم ويتم عليكم نعمته ويرتضي لهم الإسلام دينا. يا ربنا، يا رب العالمين، يا رب موسى وهارون، سحقنا في مصر طويلا، قهرنا في العبودية دهورا، وإن مكة بلدك الحرام بعيدة علينا وبين جبال وعرة وفي واد غير ذي زرع، وقد أسكنت عندها بني إخوتنا بني إسماعيل،
فلعلهم يضيقون بنا. يا ربنا يا رب العالمين، رب موسى وهارون، قدس لنا أرضا قريبة سهلة نجعلها قبلتنا ونستقر حولها. يا ربنا نريد الشام أرض الخير والخمير، نريد بساتين الأردن، نريد أريحة، إيليا، بيت إيل. قال الله تعالى: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نريدها يا ربنا سهلة بغير قتال، افتحها لنا يا ربنا فإنا نخاف القتال، يبست شجاعة قلوبنا لطول الذل والخضوع. قال الله لهم: ادخلوا باب القرية في هيئة الذل والخضوع سجدا كأنكم عبيد تلتمسون المأوى. فإن سألوكم فقولوا حطة، أي جئنا نحط أثقالنا وحمولنا في حمايتكم وتحت رعايتكم، فعندئذ يهون شأنكم في أعينهم فيتساهلون معكم ويتركونكم تدخلون قريتهم. ألا إنكم إن دخلتم من بابها ملكتموها بغير قتال. ذلك لأن سكانها وإن كانت عظيمة جثومهم إلا أنهم ضعاف قلوبهم، غبية عقولهم، فإن فعلتم ما تؤمرون به نغفر لكم خطاياكم ونغسلها من ذل العبودية وعبادة العجل وسنزيد المحسنين. فقال موسى للمختارين الواقفين معه على الجبل: أتسمعون كلام ربكم؟ أجل سمعنا. أجل سمعنا. يا موسى نريد أن نرجع إلى قومنا بإيمان كامل، نريد أن لا ترتاب قلوبنا أبدا وأن لا يكون للشيطان علينا من سبيل. ألم يقل لك ربك لأجلك يا موسى أجيب سؤلهم؟ فقال موسى: ماذا تسألون؟ يا موسى نريد أن نرى الله جهرة. قال موسى مروعا: ماذا تقولون؟ وقام موسى في الجبل جافيا باكيا ضارعا لربه، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. شالوميه شالوميه، بشراك يا أختاه، بشراك. نضر الله وجهك يا صفورة، على ما بشرتني. لقد قبل الله سؤلنا
وكرمنا تكريما عظيما. كيف؟ هل انتهت إليك أنباء الميقات؟ هل عاد الرجال؟ أجل، نزلوا يهللون ويهنئ بعضهم بعضا، فما لشيخي والابني لم يرجع؟ شيخك كبير بطيء الخطى، فأي بشرى نزلوا بها؟ ارتضى الله لنا أرضا قريبة نسكنها ونستقر بها، ويفتحها لنا بغير قتال. أي أرض؟ أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا، وقدسها لنا لتكون محجتنا وقبلتنا. ندخلها بغير قتال. ربها، ما أعظمك وما أكرمك. شانوميه، 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 الصفان، عزيز الصفان، هنيئا لكم المقام القدسي الأسنى والكلام الطاهر، وهنيئا لكم أرض كنعان ندخلها بغير قتال. ولكن الله اشترط على قومنا شرطا أشد من القتال على عنادهم ومرض نفوسهم. اشترط عليهم الطاعة والانقياد لأوامره. ما أفهم. اشترط الله على بني إسرائيل كي يدخلهم أريحا ويملكهم عليها أن يدخلوا من بابها سجدا، وأن يقولوا حطة: يا قوم موسى، يا قوم موسى. كأني أسمع صياحا، وكأن القوم اجتمعوا في الساحة أمام خيمة موسى. يا قوم موسى، ويلكم يا أتباع موسى، أرأيتم أن تخرجون من ذل فرعون إلى ذل موسى وهارون؟ ندخل باب أريحا سجدا كأذل العبيد، ونقول حطة كأضعف اللاجئين؟ كلا، بل لك الويل يا قورح، لك الويل. هذا أمر الله، أتعصي أمر ربك؟ لا، لست أحد الذي أعصيه، ولكن اخرج إلى الساحة وانظر كل بني إسرائيل وقد أعلنوا عصيانهم. هيا هيا يا أبي، هيا هيا. سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. أما تخافون عذاب الله وغضبه؟ لا، العجل أحب إلينا من إله موسى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. يا موسى، لن ندخل باب أريحا سجدا ولن نقول حطة. هذه هي الكرامة التي نالتنا بسبب موسى وهارون. أخرجتمانا من عبودية فرعون لنكون عبيدا لشعوب الأرض.
إن الله الذي أنجاكم من فرعون وفلق بكم البحر لقادر على أن يفتح لكم أريحا وينصركم على أهلها. يا كليم الله، اختر من كل بيت من بيوت أصباط إسرائيل نقيبا. أجل، وليذهب النقباء فلينظروا صدق ما أمرتنا به، فإن دخلوا القرية سجدا وقالوا حطة وعادوا لنا سالمين، تأكد لجميعهم صدق ما دعوتهم إليه. يقول موسى: نعم، تخيروا من كل بيت نقيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. صدق الله العظيم. انظروا، انظروا المدينة، مدينة محصنة عظيمة الأسوار. انظروا الحراس، عماليق جبابرة أشداء. انظروا إلى اعتزاز أهلها وهم داخلون مرفوع الرؤوس، عريض الأكتاف، مجنح الأذرع، واسع الصدور، مشدود البطون. مدينة هذا شأنها وشأن حراسها وأهلها، كيف ندخلها متقطئ الرؤوس سجدا ونقول حطة؟ ليس عنا قتلنا ولا ريب، أو أسيرنا واتخذنا عبيدا. أما تصدقون رسولكم؟ أما تثقون في وعد ربكم؟ ما نرى أحدا بيننا غيركما يقول مثل قولكم، فاذهبا واصنعا بنفسيكما ما تحبان. أما نحن فلا نلغي عقولنا من أجل موسى وربه، نطيع ما نعقل. ألم تطلبوا أرضا مقدسة تدخلونها بغير قتال؟ ألم تطلبوها أرضا قريبة خصيبة تفيض عسلا ولبنا؟ إذا كنتم لا تؤمنون إلا بما تعقلون، فلماذا تطلبون ما فوق العقل؟ أيعاقبنا إله موسى أم يستجيب لطلبنا؟ إنه سبحانه استجاب لطلبكم، ولكنه امتحن طاعتكم له واختبر ثقتكم فيه. إن إله موسى شديد الحب لأبينا إبراهيم، فلقد غضب علينا لما طلبنا أرضا يقدسها لنا غير تلك الجرداء القاحلة التي قدسها لخليله إبراهيم. أجل، إن الله يريد أن يرى أمة إبراهيم كلها تلتف حول قبلة واحدة هي الكعبة التي في مكة، فلما طلبنا قبلة نستقل بها أغضبه ذلك علينا فابتلانا بهذا البلاء. اضربوا في ظنونكم ما شئتم وارجموا بالغيب ما وسعكم، أما أنا فماض لما أمرني به رسول الله وكليمه. وأنا معك يا كالب. أما أنا فلا أقوى على مخالفة أمر الله، ولكني أيضا لا أستطيع إنفاذ أمره. لن أدخل ساجدا، بل سأقفز من فتحة في السور، وبذلك أتفادى دخول المدينة من بابها، وإذا لقيني أحد وسألني فلن أقول حطة، بل سأحرفه وأقول حنطة. لا بأس، لا بأس بهذا، خذني معك. وأنا أيضا. ما دام هذا الرأي قد أعجبكم فلنمضي إليه جميعا. انتظروا.
انتظروا حتى نرى ماذا يصنع التقيان الخائفان من الله كالب ويوشع. ما أجملكن يا بناتي شطيم. لن يطيب سامركم إلا عندنا في فغور حيث تشاهدون محافلنا وتشاهدون رقصنا وتشربون من معتقاتنا وتأكلون من ذبائحنا وهي تشوى تحت أقدام بعلنا العظيم. تمثاله الكبير قائم يشهد الحفل ويباركه بعينيه اللتين لا تنامان وترعيان فغور السادرة في الملذات. لو علم موسى ما نقول وما نسمع وما نفعل لاستنزل علينا حرائق السماء دفعة واحدة. أبينكم من يشي بكم؟ كلنا مفتون ببنات شطير. تقول التوراة في سفر العدد من أول الإصحاح 25: وأقام بنو إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن وتعلق بنو إسرائيل ببعل فغور فحمي غضب الرب على بني إسرائيل.